بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محبة لها آثار تظهر، إما محمودة وإما مذمومة، لكن الذي يعنينا هو الآثار المحمودة، وهي محبة الله جل وعلا، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة عباده المؤمنين. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحببت الله محبة حقيقية فإنك تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يدعي أنه يحب الله ولكنه لا يتبع رسوله فهذا كذاب، كاليهود. فاليهود الذين نزلت الآية بسبب مقالتهم إنا نحن نحب الله، قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، قال الله لرسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلما لم يتبعوا هذا الرسول صاروا كاذبين في دعوى المحبة لله عز وجل. وكذلك من يتبع الرسول، من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، فهذا أمر لا يجوز ولا يمكن. وثمرة المحبة المغفرة. ثمرة المحبة شيئان: أولا أن الله يحب من يحبه، وثانيا أن الله يغفر له ذنوبه. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فذكر لازم المحبة وهو اتباع الرسول، وذكر ثمرتها وهي أن الله يحب من أحبه ويغفر له ذنوبه. محبة المؤمنين تقتضي مناصحتهم وعدم غشهم، وتقتضي نصرتهم وموالاتهم. والمسألة ليست مجرد دعوة، إنما لها علامات ولها آثار تدل عليها. أما محبة الأشياء الأخرى هذه لا فائدة من ذكرها. نعم. والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان السعادة. والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته. أي نعم، المحبة الضارة هي التي تجلب الضرر، كالذي يحب المعاصي والشهوات والمحرمات، هذه محبة قبيحة تجلب لصاحبها الآثام وارتكاب المنهيات. نعم. والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان شقاوته. نعم. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم. اي نعم، هذا اتباع الهوى. المحبة الضارة هي اتباع الهوى، يتبع ما تهواه نفسه
وهذا قد اتخذ إلهه هواه كما في القرآن: رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم. فأخطر ما على الإنسان اتباع الهوى، هذا هو أخطر ما على الإنسان. فإذا سلم من شر نفسه وهواه فإنه قد سلم من الضرر. نعم، وقل من يسلم من ذلك. نعم. وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها، وقد تترتب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا، فتنفق شبهة وشهوة أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا فتتفق شبهة وشهوة. نعم. شبهة يشتبه فيها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب، وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان والغلبة لأقواهما. وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه، فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له، حكمها حكم متبوعها، فإن بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقربة. والمحبة الضاغة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضاغة لصاحبها مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبها وقربة، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه هذه آثار محبة الله عز وجل، أنها تقلب الأتعاب، تقلبها إلى ملذات وإلى عواقب حميدة. نعم. وأما محبة الضارة فإنها تقلب الملذات إلى شقاء وإلى حرمان. نعم. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها، والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أعمالهم فكتب لهم. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه، سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا. فصل. وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء أكان حقا أو باطلا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة الظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة. ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال: دنته فدان، أي قهرته فذل. قال الشاعر: هو دان الرباب إذ كره الدين فأضحوا بعزة وصيالي. ويكون من الأدنى إلى الأعلى، كما يقال: دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين،
فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه، ودان لله أي تخشع له وخضع وذل وانقاد. والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. وسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. وسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم. فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يدين الناس يعني يحاسبهم، يدينهم يعني يحاسبهم بأعمالهم ويجزيهم عليها، إن خيرا جزاهم عليها خيرا وإن شرا جزاهم عليها شرا، ولا يظلم ربك أحدا، كل يجازى بعمله وما قدمت يداه. نعم. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب. يوم الدين يعني يوم الجزاء، يوم الدين يوم الحساب بمعنى واحد. نعم. وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. غير مدينين أي محاسبين. نعم. أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقة للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله، بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم، وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما سيميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما أن يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد. فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم، وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته، أي فهل لا تردون روحها إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم الكفار لما تمردوا على أوامر الله سبحانه وتعالى وعصوا الله، خالفوا دينه وأشركوا به وزعموا أنهم أحرار وأنهم يفعلون ما يشاءون، مثل ما يقوله الآن الملاحدة الذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى، الله قال لهم: إن كنتم أحرارا كما تقولون فإنكم تنقذون أنفسكم، إن كنتم أحرارا فإنكم تنقذون أنفسكم مما يجري عليكم من أقدار الله سبحانه وتعالى، فأنقذوا أنفسكم من شيء ما أحد ينكره وهو الموت. هل أحد يستطيع أنه ينجو من الموت أو يدفع الموت؟ فإذا كان لا يستطيع فهذا دليل على أن له ربا يقضي عليه وأن له ربا يميته، فأين حريته وأين مقدرته وأين قوته التي يدعي؟ فإذا كان لا يستطيع أن يتخلص من أقدار الله فإنه يلزمه أن يطيع أوامر الله عز وجل وينقاد له، وهذا مثال واضح. فالميت حينما يحتضر عنده أهله وأقاربه الذين يحزنهم موته ويفقدونه، لماذا لا يردون عليه روحه وينقذونه من الموت وهم عنده كثيرون؟ لماذا لا ينقذونه من الموت مع أنه أغلى شيء عندهم؟ بل يموت وهم ينظرون إليه ولا يستطيعون أن يمنعوا الموت عنه. الموت من أين جاء؟ جاء من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت،
الله جل وعلا يحيي ويميت، فهذه حجة قاهرة لهم، دل على أنهم عباد وأنهم مدبرون وليسوا أحرارا كما يقولون، وإنما هم مدبرون مقضي عليهم تنفذ فيهم أحكام الله جل وعلا وأوامره الكونية، فكذلك يجب عليهم أن يمتثلوا أوامره الشرعية لأجل مصلحتهم، أوامره الشرعية لأجل مصلحتهم، فإذا تركوها ضروا أنفسهم، فأين عقولهم التي يريدون منها أنهم ينفعون أنفسهم وهم يضرونها ويهلكونها، أين عقولهم؟ نعم. وهذا خطاب للحاضرين، وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته، أي فهل لا تودون روحها إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف، ولستم مغبوبين ولا مقهورين لقاهر قادر تمضي عليكم أحكامه وتنفذ فيكم أوامره، وهذا غاية التعزيز لهم، إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان، ولو اجتمع على ذلك الثقلان فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. هذا مثال واحد من ما يجري على العباد أنهم لا يستطيعون رده، وهو الموت، وكذلك غير الموت من أوامر الله الكونية من الغنى والفقر والمرض والصحة وغير ذلك، والهم والحزن والفرح والسرور وما يجري عليهم، ما يستطيعون أن يردوا شيئا من ذلك. نعم. والدين دينان، دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده، فالدين كله لله أمرا أو جزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين، فإنما شرعه سبحانه وأمر به فإنه يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده، فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع، ولأجلها شرع، وعليها أسس. وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه، ويحب من يحبها، وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخباراً عن نبي هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قوم هود عليه السلام قالوا له: ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة تدل على رسالتك، الرسول لا بد يكون له معجزة وله بينة. فهم قالوا لهود: أنت ما جئتنا ببينة. فهو تحداهم فقال: أنا بشر واحد وأنتم أمة قاهرة، فأنا أتحداكم أن تضروني بشيء، أنتم وآلهتكم. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فعجزوا أن يمسوه بسوء، وهم أمة قاهرة وهو بشر واحد، تحداهم أن يضروه هم وآلهتهم، لأنهم قالوا: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، يهددونه بآلهتهم. فهو تحداهم وتحدى آلهتهم أن يمسوه بسوء ولم يستطيعوا، فهذا دليل على رسالته عليه الصلاة والسلام، وهذه معجزته. نعم. ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم يعني على طريق، على صراط مستقيم يعني على طريق واضح
قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وصراط الله هو دينه، هو الطريق إليه، الطريق إلى الله هو دينه. نعم. ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال، كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به، بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء. أوجب له ذلك العلم والعرفان، إذ نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته، فقال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه؟ ومثل هذا الأمر أجهل الجهل وأقبح الظلم. كذلك إبراهيم عليه السلام لما هددوه بالأصنام قال لهم: وكيف أخاف ما تشركون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني كيف أنتم تهددونني بآلهتكم ولا تخافون من ربي الذي هو الرب الحق، وأما آلهتكم فهي باطلة، فكيف تهددونني بباطل ولا تخافون الحق سبحانه وتعالى، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، تخوفونني بالأصنام ولا أنتم لا تخافون الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا ولا أنتم؟ هل المشرك تولي له الأمن ولا الموحد؟ قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن إنما هو لأهل التوحيد، الأمن من عذاب الله إنما هو لأهل التوحيد، وأما أهل الشرك فليس لهم أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه، فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه، فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاءه، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. وفي الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أعيد الحديث. وفي الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. نعم، ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يحفظه وأن يدعو به،
لأن الله يجعل له بكل من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، بشيء عظيم تأخذه معه، تأخذ هذا الحديث وهذا الدعاء معه دائما. نعم. وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاؤه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، وكلا الحكمين ماض في عبده وكلا القضاءين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. فصل. ونختم الجواب بفصل متعلق بعشر الآية التي ذكرها الله عن هود. الحديث مثل الآية التي ذكرها الله عن هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نعم. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. نعم. فصل. ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة. وإن نعم، عشق الصور يعني الذي ينظر إلى ما حرم الله عز وجل من صور النساء والصور الفاتنة، فإن النظر في الصور سواء كانت صورة خلقية أو صورة شكلية، الصور التي على الورق أو على المجلات أو على صور النساء الفاتنة والصور العارية التي تنشر للفساد والدعاية إلى الباطل، فإن النظر إليها وعشقها من أضر ما يكون على الإنسان. ولهذا قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلا يجوز للإنسان أن يطلق بصره على ما أمامه من الأشياء الفاتنة والأشياء الضارة، بل يغض بصره عنه لأجل يسلم قلبه، لأن النظر المحرم يؤثر في القلب ويفسد القلب. ولهذا قال: ذلك أزكى لهم. والنظرة تؤثر في القلب، فإذا كفها الإنسان سلم قلبه، وإذا أرسلها أصابت قلبه مثل السهم. نعم. ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور. والآن ابتلي الناس بالصور والفتن، الصور التي على الأوراق والصور التي في الفضائيات وعلى الشاشات والإنترنت، هذه أهلكت كثيرا من الناس، خصوصا الشباب الذين هم في دور القوة والشهوة، أفسدت كثيرا منهم هذه الصور. نعم. لا يتساهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في النهي عن الصور، وأخبر أن أصحابها هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأنها شر الناس يتساهلون فيها. نعم. ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة. يعني صور النساء الخلقية، يعني ينظر إلى جسمها، أو الصور المنقولة والمنقوشة والمرسومة. نعم. واليوم جاء البلاء، جاء الفوتوغراف، هذا بلاء. من أول يرسمون بالأقلام ويتعبون، والآن بسهولة يرسل عليها الآلة تأخذها بلحظة. هذا من تمام الفتنة ومن تيسير الشر لأهل الشر. نعم. ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة. وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاك، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم، كما في الحديث إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله وهو القلب. فعليك أن تحافظ على قلبك، لا يصل إليه شيء يفسده. نعم. لا من أكل الحرام، ولا من النظر إلى ما حرم الله، ولا من السماع الحرام. فأن تحفظ قلبك من أن يصل إليه شيء يفسده عليك. نعم. وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم. وفسد ثغر التوحيد كما تقدم. ثغر؟ إي نعم. إي نعم. وفسد ثغر التوحيد كما تقدم، وكما سنقرره أيضا إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهم اللوطية والنساء،
فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي ها هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه أحدها ما قصة يوسف عليه السلام وما جرى عليه من المحن، ومنها فتنة بامرأة العزيز، أنه كان في بيتها، وكان عليه السلام أجمل الناس صورة، فهي افتتنت به، وفي يوم من الأيام أغلقت الأبواب ودعته إلى الفاحشة، لكنه عليه الصلاة والسلام خاف من ربه صبر، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فالله جل وعلا ثبته وصبره ومنعه من ما أرادت منه المرأة، لكن السبب هو أنها نظرت إليه، السبب هو النظر، هذا الذي جر عليها هذه الفتنة. نعم. وكان الداعي هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه، أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلة، بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. كون الإنسان يحب زوجته ويحب أن يتزوج من النساء الجميلات الصالحات، هذا لا يلام عليه، بل هذا مأمور به، مأمور به، لكن إذا عدل عن ذلك إلى الحرام فهذا هو المذموم. على كل حال الإنسان مبتلى في هذه الدنيا، ممتحن، وإلا الله جل وعلا جعل مصرفا للشهوة، جعل مصرفا نافعا ومفيدا هو الزواج، يعف البصر ويحصل به الأولاد والذرية، ويحصل به بناء الأسرة. الزواج عقد عظيم وفائدته عظيمة في المجتمع، وأما السفاح والعياذ بالله فهو شر، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يفسد الأعراض ويضيع الأولاد ويخلط الأنساب ويسبب الأمراض الفتاكة وينشر الوباء في المجتمعات، كما هو معلوم الآن. العالم الآن يعاني من مرض استعصى على العالم كله، وهو مرض اللي يسمونه الإيدز، إذا أصاب الإنسان فإنه يعزل عن المجتمع إلى أن يموت، لأن ما له علاج، فقد المناعة ما له علاج أبد، يعزلونه عن الناس إلى أن يموت، هذه عقوبة عاجلة والعياذ بالله. وهذا من معنى قوله تعالى: وساء سبيلا. نعم. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا، وشهوة الشاب وحدته أقوى. نعم. الثالث أنه كان عزبا، ليس له زوجة ولا سلوك. عزبا. الثالث أنه كان أعزبا، ليس له زوجة ولا سرية تكسو ثورة الشهوة. نعم. الرابع أنه كان في بلاد غوبة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطن ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. السادس أنها غير ممتنعة ولا أبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها. غلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني مكنته من نفسها، وهي امرأة ملك في غاية الجمال، وهو في غاية الشباب والقوة والشهوة، وغريب ما يعرفه أحد، يعني توفرت أسباب الوقوع في الفتنة، لكن الله عصمه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، لكن هذا بعد الابتلاء والامتحان. نعم.
السادس أنها غير ممتنعة ولا أبية، فإن كثيرا من الناس تزيد رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا، كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فطباع النفس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إبائها وامتناعها. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها بحيث لا يعاودها، ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع فيشتد شوقه كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر نظيرها ما يحصل من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها. السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل غربة إليها، بل كانت هي الغائبة الذليلة وهو العزيز المغروب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها فاجتمع داعي غربة وغهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة الغاغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقبة. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول الوساد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: أعرض عن هذا، وللمرأة: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيره. وهذا مما ينبه على منع الاختلاط بين الرجال والنساء، عدم الدخول، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فلما كان يوسف عليه السلام في قبضة هذه المرأة ومخالطا لها، سبب ذلك افتتانها به، فلولا أن الله ثبته ومنعه لحصل المحذور. وهذا دليل على أن ضعف غيرة الرجل تسبب ضياع المرأة، فإذا كان الزوج ليس فيه غيرة ضاعت المرأة. فكون العزيز ترك يوسف في بيته مع امرأته هذا تعريض للخطر، لولا أن الله سبحانه عصم نبيه ومنعه من ذلك لحصل الشر الكثير. فهذا مما يعطي أنه الناس ما يتساهلون في وجود الرجال مع النساء، الرجال الأجانب مع النساء والخلوة بهن والاختلاط بهن. نعم. ومع هذه الدواعي كلها ما أنا أحد يعني أوثق ولا آمن من يوسف عليه السلام، ما أنا أحد أوثق ولا آمن من يوسف عليه السلام، ومع هذا لم يسلم من شر هذه المرأة. فكيف لو كان الرجل ضعيف الإيمان أو ضعيف الشخصية تؤثر عليه المرأة؟ فمن هو مثل يوسف عليه السلام في إيمانه وقوته وشجاعته؟ أكثر الرجال ضعاف مع النساء تتغلب عليهم، فهذا مما يؤكد عزل النساء عن الرجال إلا إذا كانوا من محارمهن. نعم. ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه.
وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفيدها في مصنف مستقل. فصل. والطائفة الثانية، الشيخ ابن سعدي رحمه الله له رسالة سماها فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، فلعل طالب العلم يطلع عليها، ولا ندري هل الشيخ رحمه الله كتب هذه 1000 التي ذكرها 1000 فائدة يقول في قصة يوسف. نعم. فصل. والطائفة، لعلنا يقول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفيدها في مصنف مستقل. نعم. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.